بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاق ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاعة طاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاطية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخدة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنون واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشق السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأتي كله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحصره على الكافرين وانه لحق قل اليقين <applause> فسبح باسم ربك العظيم <applause>